التي شهدتها القاهرة بخصوص هذا الملف الهام لتوحيد شطري الوطن، كيف انعكاس هذا الأمر على المواطنين في القطاع، وأيضا الترحيب الفصائلي، كيف هي الأجواء لديكم في غزة؟ نعم، في غزة يعني تركت حوارات القاهرة بالأمس وأول أمس يعني أثارها الإيجابية على الشارع الفلسطيني، خصوصا أن الشارع الفلسطيني ينتظر هذه اللحظات ولحظة إعلان المصالحة. شارع نعم، متشائم وما بين متفائل في الشارع الغزي، تستطيع أن تقول متشائل الشارع الغزي حول ما يدور في القاهرة. حتى الآن ينتظرون تصريحات السيد الرئيس محمود عباس، ينتظرون تصريحات وفد حركة فتح وقدوم يعني حكومة الوفاق الوطني إلى غزة حتى يتأكدوا من وجود المصالحة على أرض الواقع، خصوصا أن الشارع الفلسطيني في غزة صدم عدة مرات من لقاءات حماس بالقوى والفصائل الفلسطينية ولقاءاتها أيضا مع حركة فتح، سواء في اتفاق القاهرة واتفاق يعني عدة الاتفاقات التي جرت في السابق. حالة من الأمل كبيرة تسود أوساط الشارع الفلسطيني، ولكن أيضا هناك في المقابل يعني صورة سوداوية وعدم تفاؤل لدى الكثير من السكان هنا في غزة. صباح هذا اليوم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف عدد أو صيادين اثنين قبالة سواحل السودانية شمال غرب مدينة غزة، حيث تم يعني اغتيادهم إلى ميناء سدود وهي المنطقة القريبة من يعني غزة، وتم اغتياد هؤلاء الصيادين إلى هذا المكان. وجاء هذا الاغتياد بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقامت زوارقها الحربية الإسرائيلية بإطلاق أوابل من الرشاشات الثقيلة. طيب وليد، بالعودة الصيادين، بالعودة لموضوع المصالحة، نعم وليد، بالعودة لموضوع المصالحة الوطنية وأيضا هذه الجهود المصرية الجديدة، نتحدث على موضوع الفصائل الوطنية والإسلامية في القطاع. كان هنالك ترحيب كبير بهذه الجهود عبر مؤتمر صحفي شاهدناه بالأمس. نعم. الفصائل، كيف ترى هذا التوجه الجديد نحو إجراء المصالحة؟ يعني كيف رصدت الفصائل هذه الجهود الجديدة؟ يعني جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تحديدا الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وعلى لسان نافذ عزام قالت اليوم بأنها ترحب بهذه الجهود المصرية، وشكرت مصر، جميع الفصائل شكرت مصر على هذا الدور الإيجابي في يعني إتمام هذه المصالحة وإتمام يعني من أجل إتمام هذه المصالحة. جميع الفصائل أشارت بالدور المصري، ولكن أيضا أشادت اليوم حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بدور حماس بداية في، وأيضا حركة فتح قامت بالإشادة بأن حركة حماس قامت وسلمت ملف اللجنة الإدارية لغزة إلى مصر وقامت بحل هذه اللجنة، والجميع يقول أن الدور الآن هو دور حركة فتح ودور حكومة الوفاق واستلامها لمهامها في قطاع غزة. اليوم سمعنا السفير المصري في القاهرة وقال أن يجب على حكومة الوفاق أن استلام مهامها خلال 24 ساعة من اليوم ولا تترك غزة هكذا. وليد، بالنسبة للمباني والمقرات الحكومية لديكم في القطاع، هل هذه المباني صالحة للاستخدام خلال الفترة المقبلة أم ما وضعها هذه المباني؟ يعني حتى الآن جميع المباني أو غالبية المباني، نستطيع أن نقول 90% من المباني التي كانت قد استلمتها الحكومة أو قبل الانقسام أو قبل الانقلاب، كانت هذه ذهبت هذه المباني أدراج الرياح بعد أن تم قصفها من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن جميع الوزارات تعمل من عمارات سكنية الآن، وتستطيع حكومة الوفاق أن تقوم وتؤدي دورها بشكل مبدئي
من هذه الأماكن. ولكن يجب أن تعلم حكومة الوفاق أن لديها ملفات ثقيلة، ملفات يعني صعبة الحمل، خصوصا ملف الكهرباء وملف الموظفين. هناك ملفات ثقيلة يجب أن تحملها هذه الحكومة القادمة، وهذا ما سيخرج حماس من المأزق التي تعيش فيه في غزة. نعم، مراسلنا في غزة وليد عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نتحول الآن إلى الخليل مع مراسلتنا من هنا.